أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. يقول السائل: كيف يكون الهجر وهل له ضوابط وما هي تلك الضوابط؟ الهجر هو الترك وعدم مجالسة أهل الشر وأهل الضلال لئلا تتأثر بهم، فتهجرهم بمعنى أنك لا تجالسهم ولا تسألهم لا تتصل بهم لئلا يشوشوا عليك ويشبهوا عليك، ابتعد عنهم مثل ما يبتعد السليم من المريض المعدي. أليس يعمل حجر صحي للمرضى لئلا تنتقل أمراضهم إلى الأصحاء؟ كذلك أصحاب البدع مرضى أشد من مرضى الأجسام، فينبغي أن يعزلوا وأن يتجنب مجالستهم والاختلاط بهم. نعم.